في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت امبارح، كان منها افتتاح الممشى السياحي الجديد في مدينة الغردقة، كان منها أيضا الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير 54 مكتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة البحيرة. أيضا كمان في المحافظات امبارح تم افتتاح منشآت صناعية جديدة بمنطقة كوم أوشيم بتكلفة 320 مليون جنيه في الفيوم، وافتتاح مدرستين بمدينة الطور في جنوب سيناء ضمن احتفالات الذكرى 34 لعودة طابة. وإحنا كنا موجودين في صباح الخير يا مصر، جمانة ماهر ومحمود جميل كانوا موجودين وشفنا مع بعض يوم السبت قد إيه كان يوم مختلف واحتفالية كبيرة في صباح الخير يا مصر. خلينا نتابع أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من البحر الأحمر اللي شهدت افتتاح الممشى السياحي الجديد بمنطقة هاواي بالغردقة بحضور عدد من السياح وملاك وأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة. الممشى طوله 8 كيلو متر وبيضم مظلات ومساحات خضراء وأشجار وكافيهات ومحلات سياحية وأماكن انتظار سيارات. في البحيرة تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 54 مكتب بريد، وده ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة. في شمال سيناء تم الإعلان عن إنشاء محطات لتحلية المياه في مختلف قرى وتجمعات مركز ومدينة الشيخ زويد لتوفير مياه الشرب للمواطنين وحفر 18 بئر مياه للزراعة. في الفيوم تم افتتاح منشآت صناعية جديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بقيمة إجمالية 320 مليون جنيه ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. في أسوان تم توزيع 3000 سلة غذائية بقرى مركز نصر النوبة وأيضاً بقرى وادي النقرة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ضمن المشاركة المجتمعية في مبادرة الناس لبعضهم. في الدقهلية تم تسليم الدفعة الخامسة والأخيرة من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 24 معدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023. المعدات دي هيتم توزيعها على مراكز حي غرب وبالقاس ودكرنس وبني عبيد وتمي الأمديد وأجا والسنبلاوين. في الوادي الجديد تم افتتاح مبادرة الإطعام الخيري للطلاب المغتربين بمقر بيوت الطلبة والطالبات بالخرجة، وبتبلغ الوجبات اليومية 500 وجبة ساخنة بتقدم للطلاب على مدار العام، وده للتوسع في توزيع الوجبات للأسر الأكثر احتياجاً والحالات المستحقة. في بني سويف تم تنظيم قافلة طبية بقرية نصر جمعة مركز سمسطة مكونة من 8 عيادات، وتم الكشف على 1102 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في الإسكندرية تم افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيرفيس الكيلو 21 واللي بيسع ل200 سيارة على الخطوط العاملة بالمواقف الداخلية. في جنوب سيناء تم افتتاح مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي ومدرسة النصر بمدينة طور سيناء، وده على هامش احتفالات المحافظة بالذكرى 34 لعودة طابة، وبتضم المدرستين 39 فصل دراسي بتكلفة إجمالية تتعدى 17 مليون جنيه.